شيل الاكل يا حبيبتي، شيل الاكل يا بنتي، ربنا يكرمك يجعل عامر يا رب تحسي كنت وجوزك وعيالك يا رب يا حبيبتي، ربنا يديك الصحه يا رب، ان شاء الله دايما تعزمينا طول عمرك بتعزمينا وتاكلينا وتشربينا، ربنا يبارك لك والله يا رب. والله اللي عنده مرات ابن زيك ما يحمل الدنيا عنه، يقول الحمد لله ويحمد ربنا ويشكر فضله اللي عنده واحده زيك كده خيره واللي في ماشي، اللي عنده مرات ابن زيك ما ينعش الدنيا هم والله يفرح كده اللي هو خد واحده كويسه ومحترمه. ربنا يخليكي والله يا ماما، مش عارفه ربنا يديك الصحه يا بنتي ويخلي لك عيالك يا رب ويخليك تبقي جوزك، ده بنتي متأدبه ومتعلمه ومتربيه ازاي بنات اليومين دول الصراحه، دي مش شبههم خالص، دي كويسه ومحترمه والله من بيت واجب ومن بيت اصول. حق يا ماما، بشوف البنات بتوع اليومين دول شكلهم فظيع الصراحه، اهلها ناس محترمين، مناظرهم صعبه، بيعملوا حاجات اهلها ناس محترمين. ما انا قلت لابني تاخد بنت الاصول تعيش معاك صح، تفضل معاك طول عمرها، لكن تاخد البنت اللي عايزه تروح وتيجي دي ما تنفعش معانا الصراحه. هو ابني عمل بالوصايه، قال لي ماشي يا ماما اللي انت عايزاه، وانا قوت ايدي ولا البنت اللي تقعد تهز كل شويه، ايوه ولا العيال اللي عاملين الله يخليك. صراحه الواحد بيشوف بنات اليومين دول ايوه صراحه صعب، ايوه طبعا انا مش عارفه ليه كده، هم الواحد يا ماما بيشوف بنات اليومين دول الصراحه بيستغرب على حالهم. ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا بنت يا رب، ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويصلح حال الولاد، مش هو اختلاف الاجيال وكل حاجه، بس الواحد بيشوف منظرهم صعب. ايوه ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب يا رب والله، بس انا مش فاهمه هما ليه بيرفعوا البنطلون لحد اللي فوق. انا عارفه يا بنت، هو مش المفروض يسطر ويستنى خالص؟ لا هما كده يعني، انت حتى لو لابسه بنطلون عادي البسيه، بس البسيه ما ترفعيش، بس ما ترفعيش ما تبينيش رجليك. لو يرفعها يا بنت وبين والله يسهل لهم، احنا مالنا قدام عند البيت عماله تترقص من هنا ومن هنا وعماله تشغلني وتعمل والنعمه، شفت البنت عماله تترقص قدام الولا اهي، ده الولا كسب وقام وربنا والبنت قاعده، شفتي والله الولد كسب وهي عماله تترقص قدامه في الفرح، الولد كسب وقام والبنت ما كسبتش، وراحت تقعد جنبه. احنا ما كناش بنات والله. طب راحت تقعد جنبه ليه؟ مش عيب والله، عيب ما بقاش عندهم حياة خالص. بدل الاول ما كنا يعني، احنا كنا الاول نيجي نمشي نلاقي اللي بيعاكس تفر حطوا وشنا في الارض ونمشي، ايوه لا دول هما اللي بيجوا يعاكسوا يعني. انا ماشيه انا واخويا الاقي البنت عماله تنادي عليه، ويا بتنادي عليه باسم ابوه والله، باسم ابوه عماله تنادي عليه، واحنا ده احنا فين في البلد؟ اه والله اللي هو انتي ما تعرفيش ليه كده؟ ده لا، وكنت انا ماشيه معاه، انا يعني انا ماشيه معاه وجوزي ماشي معاه والعيال ماسكينهم في ايدينا، هو ماسك العيال في ايديه وهي تنادي عليه برضه مش عاجب. انا مش يعني طب ايه يعني؟ من اللي عايزك هيروح يخبط على الباب ويروح ياخد؟ لا معززه مكرمه. بس يا ابني بس هو انت متخيله بعد ما تنادي عليه وهو واقف مع اخته وزوجته هيبص لك ولا هياخدك؟ ده حتى لو فكر ياخدك انا هقول له لا اخطب يعني، اما تيجي تخطب تاخد المحترمه المؤدبه اللي ليها اهل واللي ليها ناس، مش اللي متسابه في الشارع. لا ما انا مش بتاع الكلام ده، بنت الاصول تاخدها تعيش معاك العمر كله، تبقى بنت محترمه تربي عيالك حتى، وتربي عيال تربي اجيال صالحه، مش تربي اجيال كده لكن كده. لا بنت الاصول تاخدها تحطها في البيت، تروح وتيجي تلاقيها زي الجنيه الذهب، محافظه على بيتك وعلى عيالك وعلى حاجتك وكويسه ومحترمه، لكن الوحشه دي مش تمشي من هنا وتلاقيها عماله تجري هنا. لا الله يسهل عليك، الله يسهل لهم. والله الله يسهل لهم. لا الصراحه انا رخرة، انا نقيت لابني واحده بنت اصول الصراحه، قلت له يا ابني هي دي اللي هتعيش معاك المحترمه بنت الناس المؤدبه صراحه. لا انا ما شفتش زيها، لا هي دي محترمه ومؤدبه، انا ما نقيش لابني غير احسن واحده، اقعد انا اجيب له واحده تقرفني وتقرفه؟ لا بنت الاصول اللي تقعد في البيت وتعيش وتخاف على البيت والعيال وتخاف على الدنيا، مش اي واحده كده من الشارع. لا صراحة ايوه عندك حق الصراحة، بيقول لك خدوم فقراء يغنوك الله من وسع، يعني لو واحدة حتى فقيرة اهلها على قد حالهم بس محترمة ومؤدبة دي بالدنيا دي بحالها. لا وان جاءكم من تدعو نذير وخلقوا فزوجوه، ايوه طبعا يعني اللي انت شايفة ان هو متدين بيصلي ما بيسيبش فرض اخلاقه كويسة، ده خلاص ده تمام صح والله توافقوا عليه. انما بقى لو حد تاني مش في اي حاجة من دي خلت، لا بتقول لك بقى ايه لا فقراء ولا اغنياء ولا مش عارفة ايه، يعني حتى لو كان غني بس بيتقي ربنا فيكي ما تخافيش. أيوة انما مش كل يعني مش كل الاغنياء برضه وحشين، مش كل الاغنياء ولا وحشين. يعني انا بقول لك ايه، لما تكون واحده غنيه ويعني اسلوبها مش حلو ولا حاجه ناقص منها، ما ناخد الغلبانه اللي على قد حالها والمحترمه المؤدبه عادي هي وبس.
هي هتعيش معايا يعني الفلوس، الفلوس بتروح وتيجي، البني ادم اللي بيروح ما بيجيش يعني. صح والله فعلا. اما اخد واحده فقيره وغلبانه وتبقى عايش سعيد وكويسه وراضيه بقليله ومحترمه ومؤدبه، غير ما اخد واحده غنيه تحكنن عليا وتعمل عليا وابقى مش مستريح في القعده وشايله علي عليا ورفع راسها وكاني ما فيش حد هنا ولا هناك. لا مشيها نفسها هي الراجل بقى وبدلها. او مشيها نفسها اللي هي ما فيش بعد كده، لكن الواحده الغلبانه دي عادي ويعني ما تقعد وغلبانه غلبانه. ما هي ناس غلبه عادي. الغلبانه هتعيش وهتستحمل حتى في الظروف الوحشه. وهتعيش في الوحش وفي الحلو. ايوه انما اللي معاها اللي معاها دي تبص من فوق وما تقدرش تعيش العيشه اللي باقي الناس بيعيشوها. ايوه تقول لك لا ما اعيش العيشه دي. ولو واحده برضو غنيه ومحترمه وكويسه ومؤدبه احنا شايفينها ماشي، مش هنقول عليها حاجه. صح عندك حق. هنقوله ايه؟ مش هنقوله، هنقوله ماشي لو محترمه ومؤدبه ومالي. يعني الواحد لما يجي يتجوز لازم ياخد واحده بنت حلال مؤدبه محترمه زي مراتبنا كده، واحده تعيش في البيت تصون الراجل وتصون البيت وتصون اللي هنا واللي هنا، تخلي بالها من العيال وتبقى زي راجل وراك في البيت قاعد في البيت في وقت الزنقه يلاقيه واقف جنب منه، مش ياخد واحده وخلاص. لا المفروض بيقولوا قبل ما تناسب حاسب، لازم احاسب قبل ما اخد اي واحده، اخد الواحده المحترمه. وتبصوا على اهلها يا جماعه. أيوة. شوفوا اهلها، شوفوا اهلها ناس طيبين محترمين ناس ولا لا. ايوه من الناس اللي هي الوحشه دي الله يسهل لهم بعيد عننا، لكن الناس المحترمه المؤدبه يعني هينوروا البيت هي امها وبنتهم، وحتى لو جم البيت العيال الصغيره مش هيشربوا منهم، هيبقوا خلانهم اهل امهم. العيل مش هيشرب من خاله الوحش، من خالته الوحشه، من سته او سيده، من اهل امه الوحشين. لا صح، هياخد منهم الاحترام والادب. محترم وده محترم، العيل هيبقى ماشي زي الصاروخ كده زي القلب كده ماشي ومحترم ومؤدب. طب تعملي ايه بقى في اللي هو ماشي محترم ومؤدب والعيال مش راضيين يسمعوا الكلام؟ لا العيال دول يتضربوا، عيال صغيرين يتضربوا، طالما دول اطفال يتضربوا وما يعرفوش الصح من الغلط. عودوهم على 7 واضربوهم على 10. أيوة. في الصلاه والصيام. ايوه في الصلاه والصيام. أيوة. بس يا جماعه مش الضرب اللي هو الضرب العنيف، لا يعني واحده واحده كده. اه يعني مثلا ايه؟ قلنا عنه المصروف، مش هجيب لك الحاجه الحلوه دي، هروح اتفسح مش هتفسحك معايا كده. صح يعني. أيوة. ما اضربوش يعني اعنفه برضو، خلاص ما انتش واخد المصروف النهارده ولا انت واخد، ودي لاخواته واسيبه هو ما ياخدش. مثلا انا راح اتفسح، لا مش هفسحك، خليك انت قاعد في البيت لوحدك ومش هفسحك، واخوفه كده واعمله من غير ايه. ايوه اللي كان ما يذاكرش كله. أوه. يخرج يتفسح وهو ملوش يقعد يذاكر. اه اللي ما يذاكرش ده ما يتفسحش. لا ما انتش متفسح، لو انا رحت سبته في البيت وتفسحت مره وسبته مع اي حد في البيت، مع سبته مع سيده مش طالع معانا وقاعد في البيت هو لوحده معاه سيده ولا سبته، يعني ما سبوش لوحده وفي الباب عليه الا ممكن يعمل حاجه بنفسه. لا مع سبته مع سيده يفضل قاعد كده في البيت لوحده، وراح اتفسح انا وخطواته واعملهم، يبقى كده انا ايه عنبته. ايوه صح. عملت معاه الايه الواجب. بس ربنا يهدي عيالنا كلهم ويهدي نسوان عيالنا ويبارك لهم في صحتهم يا رب. يا رب.